كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي. اهلا بيك يا كابتن شوقي، منور الدنيا. اهلا بيك، ازيكم؟ هي وكده، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. وشايف خبر جميل جدا اللي انا بقوله دوت، ان انت تروح. دايما الاخبار الحلوه كده بتيجي معاك يا كابتن شوقي، يعني دايما معودنا انت وش الخير. 2006 و2008 و2010 يعني حاجه كده رائعه والله، وعامل يعني منتخب محترم من المنتخب الاولمبي. والله الحمد لله، يعني انا يمكن الحمد لله احنا ماشيين في برنامج اعداد المنتخب الاولمبي، والحمد لله ماشيين بطريقه علميه وماشيين في ظل الاجنده الدوليه ومساعده الانديه كلها معانا بصراحه، يعني بشكل ايجابي وبشكل كويس. وفي نفس الوقت مجلس الاداره كالمهندساني او دكتور كرم او مجلس الاداره كله بالكامل عم يتصرف، او كل الناس ماشيين بسيستم وبنظام. السنه دي يمكن تشوف كده الحاله الحمد لله تمام، لعبنا 13 مباراه، ماشيين في برنامجنا بتاع شهر يونيو الحمد لله. عندنا مباراتين مع اوزبكستان، المباراتين هيكونوا في اوزبكستان من 3 ل 11، ثم مباراه فلسطين يوم 16، وده حدث كلنا يعني حاجه جميله جدا بتساعدنا كلنا ان احنا نشارك في بلد عربي، في بلد شقيق، في بلد في مكان كويس بالنسبه لنا كلنا ان احنا نلعب مباراه مع فرقه كبيره برضو زي فرقه فلسطين، من الفرق اللي بتشارك وبقى لها اسم دلوقتي في بطولات اسيا. الحمد لله يعني 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 يمكن العمليات التنظيميه للمنتخب الاولمبي والله العظيم يا كابتن ماشيه بصوره ايجابيه وبصوره جيده وبصوره كويسه وبصوره كلنا اللي بنامل انها نوصل في النهايه لهدف لنا باذن الله. طيب هتستنى طبعا اعلان القائمه من قبل اجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني في تنسيق، لان احنا عارفين ان في يعني في لعيبه مشتركه ما بين المنتخب الاولمبي ومنتخب مصر، وانت واحد طبعا من الناس اللي دايما يعني هدفك دايما بتصعد لعيبه للمنتخب الاول، ومتعاون بشكل كبير جدا مع الاداره الفنيه لمنتخبنا الوطني. يمكن الحمد لله خلال المرحله الاخيره احنا في خلال فتره قليله اقل من 6 شهور يمكن صعد للمنتخب الاول 11 لاعب شاركوا في المباريات الرسميه، سواء مباراة تونس أو مباراة النيجر أو مباراة ودية زي مباراة نيجيريا، شاركوا في معسكرات المنتخب في أكثر من معسكر قبل المباراة دي، يعني وصلنا لعدد 11 واحد، وأنا شايف إن دي نسبة كويسة جدا جدا جدا، أو نسبة كبيرة إن أنت تقدر توصلهم لعيبة المنتخب. طبعا زي ما أنت قلت هو الأولوية في كل شيء للمنتخب الأول، يختار مستر أجيري كل اللعيبة اللي هو عايزها، اللعيبة اللي ممكن يختارها وتبقى في المعسكر في الفترة الأولية اللي هي من لغاية يوم 11 اللي ممكن ما يسافرش معانا خالص، اي لعيب من اللعيبه، اي لعيب هيبقى خارج القائمه ممكن يجي معانا الماتش الثاني اللي بعد كده. يعني في تنسيق تام في كل شيء، الاولويه للمنتخب الاول في كل شيء، لان احنا في النهايه بننظم بطوله في ملعبنا. نامل باذن الله ربنا يوفقنا ونقدر نحقق البطوله دي زي ما حققناها في 2006 بتنظيم جميل وجماهير جميله وبأداء طيب وبنتائج كويسه في كل المباريات. نتمنى باذن الله برضه ان احنا نقدر نحقق في 2019 البطوله، لما قررت تعبت في مصر ان احنا نقدر نحقق البطوله، وده شيء هيعود على الكره المصريه بشيء طيب وشيء ايجابي كده باذن الله. كابتن